بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل ان شاء الله مشروب التمر هندي. عندنا الكمية دي هتعمل لنا حوالي لترين. بعد كده هنشطف التمر الهندي تحت الحنفية بس مش لوقت طويل، وهنصفيه. وبعد كده هنحطه في الحاجة اللي هننقعه فيها، وهنغطيه بحوالي لتر مية، وهنغطيه وهنسيبه منقوع لمدة 12 ساعة. وبعد ما التمر الهندي اتنقع معانا هنحطه على نار متوسطة لحد ما يبدأ يغلي معانا، وبعد كده هنسيبه يغلي 5 دقايق وهندفع عليه. وبعد ما ندفع التمر الهندي هنغطيه وهنسيبه لحد ما يبرد خالص. وبعد ما التمر الهندي برد معانا خالص هندعكه في المية بتاعته. وهندعكه كويس قوي بحيث ما يفضلش منه غير البذر اللي فيه بس. بعد كده هنصفي التمر الهندي كويس قوي، والطفل اللي فضل في المصفى هنرجعه تاني الحلة وهنزود عليه مية وهندعكه تاني كويس قوي فيها. وبعد كده هنرجع نصفيه على باقي كمية التمر الهندي اللي كانت عندنا من الأول. وبعد كده هنحط عليه كوباية إلا ربع سكر وهنقلبه كويس، كوباية إلا ربع سكر على لترين، وخلاص كده هيخش التلاجة يسقع ويتقدم. جربوه إن شاء الله يعجبكم.